Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus chez Cuisine Malia. En cette période de rentrée des classes, je vous propose une recette de biscuits à la farine d'avoine, à glisser dans le cartable pour le petit fin du matin ou pour le goûter. Une recette très facile à réaliser. On peut le préparer pour la fête de Noël ou pour la fête de l'Aïd. Je vous laisse suivre ma recette en vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis et la famille. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, c'est Cuisine Malia, vous êtes les bienvenus. مرحبا بكم الناس الكل في كوجينه ماليه اليوم اصحابي وحبايبي باش نقترح عليكم وصفه خفيفه ظريفه وصفه مزيانه برشا وصفه يحبوها الكبار والصغار نجموا نحضروها باش نزوروا اصحابنا وحبايبنا نجموا نحضروها في العيد نجموا نحضروها في نوال الوصفه هذه الحقيقه ما تتكلفش وما تطلبش برشا وقت باش نحضروها ايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير نشوفوا شنو يلزمنا عندنا 3 كيسان فرينه الشوفان كيس سكر شطر كيس زيت مقدار 5 مغارف متاع حليب شطر كيس متاع زيت مائدة وعنا زوز كيسين متاع فارينة عادية ومغارفتين متاع خل ورشة ملح وباش نفوح البسكوي متاعي بالسكرو فاني انتم تنجموا تحطوا زيست متاع سيترون عطرشية مزهر كيما تحبوا انتم وتشتهوا نزيدوا الخمسة مغارف هذوكم متاع الحليب تنجموا تحطوا حتى 6-7 مغارف ما ثم حتى مشكلة مغرفة صغيرة متاع بيكربونات رشة متاع ملح ونزيدو الزيت هذاك اللي حضرناه الزيت راهو استعملت شطر كيس هذاك اللي وزنت به الفرينة اما انا قسمت الزيت على مرحلتين تو تشوفوا كيفاش وباش نزيدو مغرفتين متاع خل ونركضو بالكدا المكونات هذوكم كيما يلزم بالكدا بالكدا الخليط تركض كما يلزم بالكدا تو باش نحط فرينة الشوفان ونبدأ نخلط بشوية بشوية ونزيد الفرينة فرينة الشوفان باش نحطوها الكل أما الفرينة العادية باش نحطو بشوية بشوية وعيننا ميزانة وكل مرة نزيدو خاطر احنا باش نتحصلو على عجينة تكون طرية شوية أما ما تكونش يبسة برشا باش نبدو متفاهمين لهنا كما لاحظتوا حطيت فرينة الشوفان الكل وبديت نخلط هاكم تشوفوا في الخليط متاعي كيفاش جاري شوية مازال يسحق باش نحطلو الفرينة ولهنا باش نحطو الفرينة العادية نجمو راهو نستعملو 3 كيسان نجمو نستعملو كان زوز كيسان خاطر البيض ما نجموش نعدلو عليه هاكم انتو تراو قداش باش نحط من كيس وماذا بكم وقت باش تحطوا الفرينه نتاعكم بشويه بشويه ما تبدوش تحطوا كل فرد مره هكا هذا الكيس الثاني ونبدا نخلط فك الخليط هذاك حتى نتحصل على العجينه اللي انا حشتي بها وتنجموا راهو تستعملوا الفاكية في الوصفة هذه يعني تنقصوا من الفرينة وتحطوا فاكية تنجموا تستعملوا كان فرينة الشوفان تنجموا تستعملوا كان فرينة عادية للوصفة هذه يعني وصفة سهلة حقيقة ومنين ندوروها الدور لهنا تحصلت على العجينة اللي نحب عليها ما هيش طرية برشا وما هيش يبسة برشا لهنا ناخذ شطير الكيس اللي قلت لكم عليه معناها انا خذيت شطر كيس اللي وزنت به الفرينة وقسمته على زوز مراحل هذاك علاش قسمت الزيت على مرحلتين باش نحط بالطريقة هذه من يعني المرة الاولى بسست بالزيت وتوا باش نخدم بالزيت وراهو الميزان شطر كيس وعقد ما تحطوا اكثر زيت راهو يجيكم مبسس البسكويت ما تخافوش تنجموا تعوضوا بالزبده اذا كان تحبوا اما المستحسن الوصفه دي تكون بالزيت باش يجيكم البسكويت مبسس بالكدا
لهنا كيما تراو العجينه نتاعي ما شاء الله ماهيش يابسه ماهيش طريه برشا، مطوعتني للخدمه وماذا بيكم تعجنوها شويه باش فرينه الشوفان والفرينه العاديه يتخلطوا بالقدا مع بعضهم. وتوا باش نبدا نفصل في البسكوي نتاعي بطريقه عشوائيه طريقه بسيطه بالكل. في المرحله هذه تنجموا تزيدوا اي نوعيه نتاع مكسرات وخاصه اللوز بقشوره راهو يعطي منظر مزيان برشا للوصفه هذه. هاكم تراو تنجموا تعملوا كعابر صغار وتبسطوهم شويه وتطيبوهم ويجيكم بسكوي مزيان. تنجموا بالطريقه اللي تشوفوا فيها في الفيديو تحلوا العجينه نتاعتكم بالقلقال وتطبعوا باي نوعيه نتاع الطابع كما تراو في الفيديو. الفور يزمو سخون على 180 درجة وتحطوا فيه البلاتو متاعكم. البسكوي هذي راهو ما يتطلبش وقت كبير الحقيقة باش يطيب، 10 دقائق 15 دقيقة ماكسيموم، ماذا بيكم تخلوه اللون متاعو عاطي عصفورية باش يكون مزيان. الوصفة هذه الحقيقة وصفة فرنسية خذيتها مع عند جارتي ويحضروها بالتحديد في راس العام ونويل، ووقت التحضير يعبوها في باكويت ولا ساشيات ويهزوها للعائلة والأصحاب والأحباب، وكما تعرفوا يتبادلوا الزيارات كيفنا احنا في العيد بالضبط. وبنفس العجينة يخدموا عدة أنواع متاع بسكوي، شطر يزيدوه المكسرات، شطر يزيدوه فيرميسيل دو شوكولا، اشتر يزيدوه السكر هذا اللي متوفر في كل مكان وفي متناول الجميع يظهر لي. وتو تراوهم بعد كيفاش يجي في البسكوي مزيان وتحفون. لهنا كيما تراو السكر اللي حطيناه على البسكوي هذيك راكم تشوفوا كيفاش زادوا زين على زين، فما بالك نحطوا اي نوعيه متاع مكسرات. وتوا باش نوريكم كيفاش يمشوا يزوروا العائله متاعتهم واصحابهم وحبيبهم من غير ما يكلفوا ارواحهم في العيد متاعهم.